ورجعنا لحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنت بسأل ضيوفي سؤال مهم جدا، مين الأقوى؟ الوزارة، اتحاد الكورة، اللجنة الأولمبية، أستاذ عمر؟ وزارة طبعا. مين يا أستاذ أحمد؟ اتحاد الكورة. أقوى في إيه؟ ما هي السؤال. يعني قراراته. ما هو في قراراته، لو قرارات خاصة بالوزارة تبقى الوزير، لو قرارات خاصة باتحاد الكورة مع لجنة المسابقات هيبقى رئيس اتحاد كورة. قرارات خاصة باللجنة الأولمبية مع الاتحاد يحل أي حد منهم. يعني في مخالفة مالية في أي لا مكان. لا، لو مخالفة مالية في الكواليس. طب يعني في الكواليس ما بيرجعش الوزير في قرار أي من اللجنة الأولمبية أو اتحاد الكورة؟ ليه؟ بيرجعوا له طبعا. مش بالتالي، لا كل القرارات لازم يرجعوا له. لا مش كل يا جماعه، انتوا كده قانون الرياضه الجديد، قانون الرياضه الجديد سلب سلطه الوزير بشكل كبير جدا يعني عن الاتحادات. يعني كان الوزير مالوش لازمه، يعني فكره ان انت مالكش لازمه في قانون الرياضه. انا بتكلم على قوانين ولوائح. طبقا لقانون الرياضه مفيش سلطات للوزير على الاتحادات. طب وقصه شيكابالا كده، ما هي منوط بيها الثلاث جهات مثلا. لا، قصه شيكابالا مالوش علاقه بيها وزاره الرياضه. اتحاد الكوره هو اللي ماشي لغايه دلوقتي، واللجنه الاولمبيه بصفته مشرف على الاتحادات. هو اللي بيحل مجالس إدارة الأندية، بيجمد مجالس إدارة الأندية. هو الوزير هو التجميد حاجة، لكن هو محلش. لا بيقدر ياخد تحل لو في مشكلة مالية تحل. ده تبقى لحاجة مالية. هو يقدر ياخد القرار ده تبقى للنيابة في حال وجود، صح كده؟ يقدر يحل ويقدر يمشي ويقدر يعمل كل حاجة تبقى لقرار النيابة. بص هتعمل ايه؟ هو يمتلك القرار، هو يمتلك القرار، صح كده؟ لكن العكس ما بيحصلش. يعني لو في مشكلة في الوزارة ولا اتحاد ولا انه بيقدر ياخد موقف، انت بتتكلم كل واحد هو كبير، هو عارف حل الموضوع. هو كبير بس هو الوزير وزاره الدوله حل الموضوع. عشان وزاره الدوله الاقوى مزاج هم عايزين يتفقوا عليه بس. يعني هي الدوله بس، بس كل حاجه هي الدوله صاحب القرار الاخير. مين اللي جاب استاذ عمرو الجناني رئيس اللجنه الخماسيه اتحاد الكوره؟ لا دي قصه ثانيه. مين؟ الدكتور اشرف. ده كلام صحيح. امال مين اللي جاب؟ كلام صحيح. مين اللي جابه؟ طب بدل الناس بقى هو اتعين من الفيفا. هو الدكتور اشرف هو اتعين من مين؟ مين اللي رشحه؟ طيب اترشح بقى من جهات ان هو في الدول. لا لو في ملهاش علاقه. لكن مش الدكتور مهندس هاني ابو ريده في احد المرات اللي استبعده وزير الرياضه عمرو فاروق. اه بالظبط صح. مين اقوى؟ كابتن شوبير. مش هو اللي استبعده؟ مين الوزير اللي استبعده؟ صحيح. كابتن طاهر ابو زيد لما جه يفكر يحل مجلس الاداره. ترجع بقى زي ما احمد قال لك هتلاقي في حالات وزاره وفي حالات، بس هو في كل حالات. طب استنى بس اوضح لك. هو كابتن طاهر ابو زيد لما جه حل مجلس الاداره الاهلي اتشال. بص المزاج، بص المزاج اهو هنا المزاج بقى. لا خلينا نروح للمزاج. خلينا اسمعوا بقى مني، نروح لمزاج الجماهير على السوشيال ميديا. بعت لنا مجموعه من الاسئله. يلا اتفضل.